السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نقدم لكم بريوش قادير. كان دير واحد عاشق ديال الخميرة الفورية. غندير بيضة، غندير شوية ديال الملح، نص كاس ديال زيت المائدة، عاشق ديال الحامض، كنعصر الحامض وكناخد القشور ديالو، جوج عواشق ديال السنيدة، تندير الخميرة، عشرة ديال الحامض محكوكة، ونخلط الخليط، وكندير الماء على حسب الخليط. ندير دقيق ديال يكون ممتاز ديال الحلوى. كنغطي بسلوفان غذائي ورجعت ليكم. كندير شوية دقيق على سطح العمل، تندلكها. كندير الزبيب نقيته وغسلته على حسب كل واحد شنو كيبغي يدير. كندير اللوز مهرمش وكنبدا نطوي طويات عراض شويه. كنجيب واحد السكين نبدا نقطع فيها من الوسط. كنحاول باش الحشوه ما تخرج، وغنبدا ندير التبريمه ديال هذا الزنبرم. ودرت المول ديال الحلوى، درت فيه شويه الزبده في الدقيق. هاد البريوش كيجي زوين بهاد الفتله ديالته، كتجي زوينه. كنغطي بسلوفان غذائي يخمر شويه، كيكون الفران شاعل كيكون سخون. ورجعت ليكم، درت شويه ديال الزبده، كنديرها من الفوق من عندي شويه ديال اللوز من الفوق. تقدروا تدخلوا فيها مشماش، تقدروا هل البريوش وجدات. غندير فوق منها الشوكولات، كيجي هشيش وبنين ورطب. كنقدمو لكم بالصحة والعافية. غنقطع معكم واحد شوية غنوريه لكم.